الموطن الذي كان يعتبر الملاذ الآمن لجماعة الإخوان الإرهابية تحول إلى مصيدة تنهي خططهم التدميرية. فبفضل المناشدات المتكررة من مصر للتضييق عليهم، تواصل تركيا تشديد الرقابة عليهم، وشنت أخيراً حملة مداهمات واسعة النطاق في المناطق التي يقيمون فيها، فارضة قيوداً جديدة عليهم. تم احتجاز بعضهم وطلب من آخرين مغادرة البلاد، مع تحذيرهم من نشر ما يسيء للنظام المصري. أما الباقون في أنقرة فقد تعهدوا بالالتزام بالتوجيهات الجديدة تجنباً لأي خلافات مع مصر. وفي أحداث متصلة، تم القبض مؤخراً على الإعلامي الإخواني عماد البحيري في إسطنبول بتهمة الاعتداء على رجل أمن تركي والتهرب الضريبي، مما كشف وقائع جديدة حول فوضى الإخوان. وبحسب الإخواني الهارب عمرو عبد الهادي، ضبطت السلطات عدداً من عناصر الإخوان المقيمين في تركيا بتهمة حيازة جوازات سفر مصرية مزورة حصلوا عليها من معلم إخواني هارب أيضاً، مقابل نحو 8000 يورو لجواز السفر الواحد. كما كشف الإخواني سعي السلطات التركية لاستدعاء آلاف النشطاء السياسيين والإعلاميين المصريين المقيمين في البلاد للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي، بما في ذلك رؤساء القنوات الفضائية.